اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم. موضوعنا اليوم حيكون عن الرياضه مع الصيام، امتى بنقدر نلعب رياضه، قبل الصيام او بعد الصيام. كل الناس بيقولوا لي مجد احنا كثير متعودين نلعب رياضه الصبح اول ما نفيق، بصير اول ما نفيق الصبح نروح ونمشي او نلعب رياضه او نسبح. نقطتنا اللي لازم نركز عليها كثير منيح انه لعبنا الرياضه حيخسرنا كثير من السوائل. طالما خسرنا كثير من السوائل ممكن يصير في عندنا هبوط بالضغط، وممكن يصير في عندنا هبوط بالسكر، وحيصير في عندنا صداع ومشاكل ثانيه. مشان هيك اكثر شيء احنا بنركز عليه اذا انتم حابين تلعبوا رياضه قبل الفطور بساعه، هذا الوقت اللي انت مسموح لك تعمل فيه. ليه؟ لانه انت حنعطيك وقت ترجع البيت وتحضر حالك لوقت الفطور، تعوض السوائل اللي انت خسرتها، تقدر تاكل كميه من الكربوهيدرات والبروتينات عشان تقدر تاخذ الطاقه اللي انت برضه بحاجه لها بعد ما لعبت رياضه. طيب مجد احنا بدنا نلعب رياضه بعد وقت الفطور، انت بصير نلعب رياضه؟ بصير تلعب رياضه بعد ساعتين لثلاث ساعات من وقت الافطار. ليش؟ لانه بنتاكد انه احنا هضمنا الاكل اللي احنا اكلناه، قدرنا ناخذ الطاقه اللي احنا بحاجه لها، ما حيصير في عندنا مشاكل بالمعده وعمليات الهضم، وحنكون نشيطين ورجعنا من اول جديد نقدر نلعب رياضه. طيب احنا بس نقطتنا السوائل، انت مشان هيك انت عم تقولي لنا ما نلعب رياضه من قبل. لا، مش بس هاي نقطتنا، احنا جسمنا دائما لما بده يلعب رياضه بده يحرق مصدر من مصادر الدهون اللي هي موجوده بالجسم. مشان هيك انا عم بقول لكم انه احنا اذا لعبنا رياضه، وهذا اللي يفضل، قبل الافطار بساعه واحده، حنقدر نستغل من الدهون اللي هي مخزنه بالجسم كمصدر للطاقه عشان الجسم يقدر يحرقها وهو عم بيلعب رياضه. احنا حنسرع من عمليات الهضم، حنسرع من نزول الوزن اذا احنا لعبنا رياضه قبل وقت الفطور بساعه، وبنفس الوقت حنحس حالنا نشيطين وشغلنا يومنا بالطريقه المناسبه. ديروا بالكم على صحتكم، العبوا رياضه، اشربوا ماء كفايه خلال وقت الافطار، رمضان كريم عليكم.